رجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد، ودلوقتي فقرة الصحافة. منورنا الكاتب الصحفي المتميز سيد أحمد سنجاب، ورئيس القسم السياسي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك فندم وعلى جميع المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. نبدأ على طول من الأخبار، الصفحة الثالثة، انطلاق أعمال قمة العشرين، والسيسي يتحدث اليوم. ويمكن هو زي ما حضرتك ذكرت هو تحدث وخلص كمان، يمكن حضرتك تقول لنا أهم النقاط اللي تم الحديث عليها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو الحقيقة السيد الرئيس تحدث اليوم أمام الاجتماع اللي حضره زعماء أو زعماء المشاركين في قمة العشرين. أهم ما ورد في الموضوع هو كان خطاب من الرئيس، أو الرئيس أولا تحدث عن مكافحة الفساد في مصر، وتحدث عن إزاي مصر بتسير بخطى ثابتة في طريق مكافحة الفساد، وهذا يتماشى مع التوجه العام للأمم المتحدة، وهذا يتماشى أيضا مع التوجه العام لمجموعة قمة العشرين، لأنهم أقروا بعض القوانين المنظمة أو اللوائح المنظمة لمكافحة الفساد والتي تسير عليها مصر. وانتهز الرئيس الفرصة في هذه النقطة للحديث عن الأموال المنهوبة، أموال مصر المنهوبة وثروات مصر في الخارج. صحيح. ودي كانت رسالة قوية جدا جدا ومفاجأة، أعتقد أنها كانت مفاجأة لكل الناس، أنه يتحدث أمام قمة العشرين اللي هم يا جماعة ساعدونا في استعادة أموالنا المنهوبة، وخصوصا أن الصين أنشأت مركز بحثي عندها تحديدا لمثل هذه الأمور. فهو أشاد بهذه التجربة الصينية ودعا جميع دول العالم للمشاركة في استعادة الثروات المنهوبة خارج مصر اللي مصر على مدار الست سنين اللي فاتوا بتطالب بيها. ودي كان أهم حاجة في الخطاب بتاع السيد الرئيس. يمكن على هامش كمان قمة أعمال قمة العشرين، شفنا رئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده لقاء مع رئيسة كوريا الجنوبية، ويمكن رئيس كوريا الجنوبية والصين، والنهاردة استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، استقبل المستشارة الألمانية ميركل. وحاليا يجلس الرئيس مع ولي العهد السعودي. هناك سلسلة من اللقاءات المكثفة، وأعتقد أن في هذه اللقاءات برضو يلخص أو يعيد الرئيس التجديد مع هذه الدول على الشراكات الاستراتيجية بين الدول، كما يركز أيضا على ما ورد في خطابه اللي هو اتكلم فيه عن الإصلاحات الاقتصادية اللي موجودة في مصر. اتكلم عن مكافحة الإرهاب، بس هناك فرق الرئيس بين مشاركة الرئيس في قمة العشرين العام الماضي ومشاركة الرئيس في قمة العشرين هذا العام. إيه يا فندم الفرق؟ العام الماضي كان التوجه العام للدولة هو مكافحة الإرهاب. صحيح. التوجه العام للدولة في هذا العام هو الانطلاقة الاقتصادية. هو تحدث عن الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي، طبعا لأننا عندنا هنا في مصر تجارب نقدر نتكلم عليها بره. فعندنا تجربة مهمة جدا في الإصلاح التشريعي من خلال إقرار القوانين وتعديل بعض القوانين، بالإضافة للقوانين الجديدة المطروحة واللي طلع عليها صندوق النقد الدولي وأقر أن مصر تسير بخطى واثقة في الإصلاح الاقتصادي. تحدث عن الطاقة ومدى توفير الطاقة لمصر، والحقيقة عجبني جدا خطاب أو الجزئية المتعلقة بالطاقة في مصر. فهو الرئيس تحدث فيها على إيه؟ بمنتهى البساطة تحدث على المحور الأولاني، قال لي أن 99% من الشعب المصري وصلوا الطاقة دلوقتي، بتصلوا الطاقة. إسهامات مصر في حركة الطاقة العالمية إيه؟ قال إحنا عملنا قناة السويس الجديدة اللي سهلت جدا حركة الطاقة، حركة تنقل الطاقة على مستوى العالم. عندنا مشاريع جديدة، عندنا فرص استثمارية واعدة، وعندنا اكتشافات جديدة في مجال الغاز. صحيح. أعتقد أن دي كلها مؤشرات إيجابية جدا جدا للعالم النهاردة. العالم كله بيسمع النهاردة عن مصر أخبار جيدة ربما بيسمعها لأول مرة يعني. صحيح. وعلى مش كمان قمة العشرين متهيألي كان في لقاء مع مبعوثة صندوق النقد الدولي. بالضبط، امبارح كان في هذا اللقاء، والذي تناول فيه خطة مصر خلال الفترة المقبلة، وتناول خريطة الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بتسير فيها على خطى ثابتة. بس الأهم في هذه المنظومة برضو هي الاهتمام ورعاية الفئات الأكثر تضررا من هذه المنظومة. طبعا. لأن هناك فئات هتتضرر بالفعل، وهذه هي مسؤولية الدولة، ولا بد للدولة أنها تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر. ما يمكن لا زي ما حضرتك ذكرت فعلا. صح. فبالتالي يعني مثلا في حينما نقر قانون للقيمه المضافه، القيمه المضافه ده مش قانون جديد، ده قانون معمول به في اغلب دول العالم، وهو في مصر مش ضريبه جديده بتضاف على الضرائب الموجوده، ده هو بيستبدل ضريبه المبيعات بهذا القانون. في منتجات كتيره كانت واخده اعفاء ضريبي من ضريبه المبيعات، في شركات كانت الضريبه بتقدر عليها بنسبه اعلى بنسبه اقل، فبقت ضريبه موحده. هناك سلسله من الاصلاحات، هناك استغلال سيء من التجار
ليه مثل هذه القوانين؟ طبعا طبعا لازم يكون في كمان يا فندم رقابه اكثر على التجار، ولازم بالظبط بالظبط. وهنا تكمن مسؤوليه الدوله. مسؤوليه الدوله في ايه؟ اولا مد برامج الحمايه الاجتماعيه، زي ما موضوع تكافل الدوله برضو شغاله فيه، زي موضوع ايصال الدعم لمستحقيه ومثل هذه الامور، ومنظومه الخبز رغم كل ما يقال عنها ورغم كل السلبيات التي تواجهها، وتغليظ العقوبات كمان يا فندم على اللي بيجي على قوت الشعب المصري. بالظبط، احنا محتاجين ده، محتاجين ده جدا. ويتنفذ يعني صرامة التنفيذ وعدم التستر على أي مخالف. صحيح. فبالتالي مد برامج التكافل أو مد برامج الحماية الاجتماعية اللي تقوم بها الدولة، بالإضافة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة لدور المجتمع المدني في هذا الأمر، بالإضافة إلى زي ما حضرتك قلتي القوانين الصارمة التي تحمي المواطنين من جشع التجار. صحيح. الأهرام الصفحة الأولى، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجين بينج يتفقان على تعزيز العلاقات وتشجيع الاستثمار. الحقيقة كان لقاء مثمر جدا 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 بين سيادة الرئيس امبارح والرئيس الصيني، يتحدث أو تناول الموضوع كافة الموضوعات المشتركة بين البلدين وعلى رأسها المشروعات الاقتصادية والاستثمارات الصينية في مصر. وده موضوع مهم جدا. طبعا الرئيس توجه إلى الصين قادما من الهند في زيارة استغرقت برضو عدة أيام، تناول فيها برضو الوضع الاقتصادي، ثم إلى الصين ليتناول أيضا الوضع الاقتصادي والاستثمارات الصينية في مصر. أعتقد أن في هذا الاتفاق هناك أخبار سارة ستعلن للمصريين قبل نهاية العام فيما يتعلق بمحادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني. هناك إيمان كامل من الصين بدور مصر في الاقتصاد العالمي. هناك اتفاق أو تأييد لموقف مصر، لأن برضو الموقف المعلن للرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة اليوم كان بيؤكد على ضرورة الحد من المضاربات اللي بتعملها القوى الكبرى في الاقتصاد فتتضرر بها الاقتصاد النامي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن حصل هبوط في بورصة الصين فتلاقي الاقتصاد المصري تأثر. أكيد من التجارة العالمية بتأثر. أزمة في بورصة لندن فتلاقي الاقتصاد المصري تأثر، وربما أكثر من بورصة لندن نفسها. فبيقول إيه؟ فالمغزى من ده إيه؟ هناك دول نامية، الدول الكبرى الاقتصادية الكبرى، وهي بتلعب مع بعضها وهي بتعمل مضاربات على حاجات معينة. أكيد بنتأثر إحنا. فتاخد بالها إن في دول نامية. دي برضو مسؤولية مهمة جدا على القوى الاقتصادية الكبرى، وده اللي أكد عليها الرئيس الصيني مع رئيس عبد الفتاح السيسي. متهيألي يا فندم ده كان باين قوي في قمة المناخ، يعني قمة المناخ، يعني فكرة الدول الكبرى اللي بتتحكم في الاقتصاد واللي بتتحكم في الاستثمارات في قمة المناخ، هم اللي في إيديهم كل سبل تعزيز الحياة اللي جاية، لأنها هتبقى صعبة قوي. لأن يعني طيب، هم دول اكثر ناس يعني مع الانتاج ومع العمل ومع الحاجات دي كلها، هم بيضروا بمصالح الاخرين، حتى البيئه نفسها بتتضرر منهم. صحيح صحيح. هنا يروح الاهرام صفحته الاولى، استعدادات الحكومه لاستقبال عيد الاضحى. الاستعدادات، رغم ان الحكومه تعلن تصريحات كثيره عن الاستعدادات، ولكن رجل الشارع حتى الان من خلال تعاملنا اليومي معاه يرى ان استعدادات الحكومه غير كافيه لحمايته في عيد الأضحى. أسعار اللحوم عند التجار مبالغ فيها، وبرضو الحكومة نفسها مش قادرة تدي المواطن الثقة الكاملة في منتجاتها. يعني احنا عندنا منافذ التموين، عندنا منافذ القوات المسلحة، عندنا منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، عندنا كل هذه المنافذ ومنافذ متحركة، محتاجين دعاية وتنشيط أكتر ليها. صحيح، المنتجات المصرية أكتر. بالضبط، المنتجات المصرية. وهذه المنتجات بعض الناس تروج، وخصوصا في القرى والأقاليم تروج أن هذه البضائع بأسعار رخيصة لانها جودة. اقل جودة. صحيح. فبالتالي مع ان العكس صحيح، انا عايز اقول لحضرتك في ارقى المناطق في القاهره هناك منافذ لبيع المنتجات. انا عايز اقول لحضرتك ان في يعني داخل اماكن اقتصاديه كبرى، يعني لو قلنا اسماء الاماكن دي ما حدش هيصدق ان جوه الاماكن دي في منافذ بيع لوزاره التموين او منافذ بيع للقوات المسلحه. صحيح. او منافذ بيع لامان. صحيح. فبالتالي هناك ثقه كبيره، دي منتجات مصريه مضمونه، وربما تكون مضمونه اكتر من اللي موجود عند الجزار او موجود عند البقال او موجود عند اي حد، ومش مضطر ان حد يديله دراعك. بس حضرتك فعلا ذكرت حاجه مهمه جدا، وهي ضبط الاسعار، ضبط الاسعار والرقابه على التجار وجشع التجار. بالظبط. يعني محتاجين مش عارفه الاليه معينه، وتغليظ العقوبات، تنفيذ القانون.
اول حاجه تغليظ العقوبات زي ما حضرتك بتقولي ده محتاج القانون، زي ما شفنا الاسبوع الماضي البرلمان وهو يغلظ عقوبه الختان. صحيح، وده كان انجاز للبرلمان خلال الفتره اللي فاتت. نحتاج ايضا للبرلمان ان ينظر وبشكل عاجل وبشكل عاجل لا يحتمل التاجيل، انه ينظر في تغليظ عقوبات التلاعب بقوه الشعب. التلاعب بقوه الشعب بقى يدخل ضمنه كذا حاجه. احنا دلوقتي ادينا مديريات التموين الضبطيه القضائيه، عندنا شرطة التموين ومباحث التموين تعمل على قدم وساق، عندنا نشوف جميع الآليات اللي تضمن مكافأة. بقول لحضرتك إيه، لو وصلنا للتسعيرة الجبرية يعني لو وصلنا لمرحلة معينة نفرض فيها تسعيرة جبرية، نشوف ده بيتكلف كام ولازم يتباع بكام والمستهلك يوصله بكام، إذا كان ده في صالح المستهلك أو في صالح المواطن، وخصوصا في ظل هذه الإصلاحات الاقتصادية التي سيتضرر منها بالطبع، فبالتالي لازم ناخد هذا الإجراء. لكن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى لابد أن تكون على مستوى أكتر من اللي موجود فيها في الشارع دلوقتي. صحيح يا فندم. الأخبار الصفحة الثالثة، فشل، يمكن شفنا ده في قمة العشرين والتوتر اللي كان ما بين أمريكا وروسيا. طبعا فشل أمريكا وروسيا في الاتفاق حول سوريا. في وجهة نظري هي جولة من المفاوضات برضو وكانت حتما ستبوء بالفشل. يعني ده كان توقعي ليها من البداية، لأن هناك خلاف كبير في وجهات النظر بين امريكا وروسيا حول سوريا. فبالتالي عمرهم هما الاثنين ما هيتفقوا. امريكا بتحط يعني ايه زي ديباجه زي سم في العسل، وكذلك روسيا تتعامل معها بنفس المنطق. فحينما ده بيشوف الكلام المعسول وده بيشوف الكلام المعسول، حينما يدخلوا في التفاصيل ويوصلوا لمرحله السم ما يتفقوش، بيكتشفوه خلاص طبعا ما يتفقوش مصالح. على مستوى وزراء الخارجية، ومن المتوقع أن تتم مشاورات على هامش قمة العشرين كمان غير وزراء الخارجية بين الرئيسين بشكل مباشر، لكن أعتقد أيضا أنها ستبوء بالفشل. ده دولة تؤيد الوضع الراهن وتؤيد استمرار بشار الأسد وبكل سطوته وكل نفوذه بلا أي تنازلات سياسية، ودولة أخرى ترى أن وجوده استحالة. صحيح. فبالتالي عمرهم ما هيتفق. صحيح. كل يوم والله الواحد بيدعي للشعب السوري ربنا يفك ازمته، ربنا ينجيهم من قيادتهم. صحيح. لان الازمه في القيادات والعقول على مستوى سواء القياده الحاكمه. صحيح. او القياده المعارضه، الاثنين ما بيبصوش لمصلحه الشعب السوري. المصري اليوم الصفحه الاولى، اسماعيل يطمئن على توافر البان بالمحافظات. ازمه الالبان يا فندم والبان الاطفال اللي تفجرت في الايام اللي فاتت، الحقيقه ازمه الالبان دي انا في وجهه نظري ان هي ازمه سببها سوء التخطيط. الالبان كانت متوفره في الصيدليات وليها يمكن كذا عنصر. بالظبط. يعني ازمه الكروت الذكيه كمان واستخدامها. بالظبط. المنظومه بالكامل دلوقتي الالبان متوفره في الصيدليات، جينا نقول للصيدليات يا جماعه انتم حراميه وبتبيعوا الالبان دي في السوق السوداء، علبه اللبن بتتباع مثلا كانت بتتباع ب 3 جنيه انتم بتبيعوها ب 60 ومش عارف ايه وحاجات زي كده. صحيح. فالصيدليات دول حراميه خلاص. يا عم احنا متفقين معاك ان هم جشع وعندهم وفعلا ووزارة الصحة دي مؤسسة وطنية، الصيدلية دي لجيبها الخاص أو لحساب صاحبها، لكن وزارة الصحة ده مؤسسة من مؤسسات الدولة وكلنا مع مؤسسات الدولة اللي بتخدم الوطن. طيب منظمة وزارة الصحة مشكورة، عملت منظومة جديدة للألبان وقررت تطبقها من الخميس 1 سبتمبر. هل هي كانت بتفاجئ بها الناس؟ ولا كان المفروض التمهيد لهذه المنظومه بكل الوسائل والسبل مهما كان؟ عندنا وسائل دلوقتي يا جماعه، احنا عندنا في حاجه اسمها وسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا رسائل اس ام اس، وعندنا شبكات محمول، وعندنا كل، وعندنا تلفزيون ملك الدوله. تلفزيون الدوله ووسائل الدوله العام. فبالتالي اين وزاره او اين حمله وزاره الصحه لتوعيه الناس بان في نظام جديد هيحصل؟ الناس راحت تشتري اللبن النهارده من الصيدليات، ما لقيتش اللبن في الصيدليات، طلعت تجمهرت. ليه؟ قالوا ان وزاره الصحه عملت نظام جديد. طب هنروح نجيبه منين؟ ما حدش يعرف غير يوم الخميس. يتحملها بالكامل وزير الصحه وجميع العاملين معاه. الحقيقه ان في هذه الازمه تم الزج باسم الجيش او بالمؤسسه العسكريه في هذا الموضوع، مع ان الصوره لما اتضحت ومن نفس اليوم كانت غير كده خالص. بس برضه كمان البيان الرسمي اللي طلع من القوات المسلحه، من القوات المسلحه العسكري، البيان الرسمي اللي كان الجيش في هذا الامر، هو الجيش عليه مسؤوليه وطنيه مهمه جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك على ازمه كبيره جدا عندنا، احنا كلنا بنتكلم على مؤسسات الدوله واستقلال مؤسسات الدوله، وهناك ناس كتيره مش فاهمه ان استقلال مؤسسات الدوله يعني استقلالها عن توجه نظام حاكم، يعني مش اخد اتبنى اراءه على الصح والغلط، لكن انا مؤسسه الدوله يعني ايه؟ يعني بعمل في صالح الدوله. يعني بشوف الدوله محتاجه مني ايه واعمله. ومواطنين كمان، يعني انا بالنسبه لي فكره ان انا في تجار، انا دلوقتي قدام
قدام أزمة. أنا بتكلم مثلا بلسان كل أم بالزبط. يعني في أطفال هيموتوا وفي نفس الوقت مش لاقيين اللبن، وفي على الناحية التانية في تجار جشعين واخدين اللبن ومش عايزين أرباح مهولة من 5 جنيه 60 جنيه، وفي نفس الوقت في مؤسسة وهي مؤسسة الجيش نزلت اللبن بسعر أقل. مؤسسة الجيش عملت إيه؟ شافت إن هذه السلعة محتكرة، من السلع الأساسية ومن السلع الأساسية ومن السلع الأساسية. شوفي حضرتك لما الناس بس غيروا النظام، هي ما اختفتش بالزبط. الألبان موجودة بس لما غيروا نظام صرفها إيه اللي حصل؟ صحيح، عمل تغيير نظام الصرف بس إيه اللي حصل؟ فبالتالي لمنع هذا الاحتكار أقدمت القوات المسلحة، دخلت في مناقصات ووفرت اللبن. تيجي وزارة الصحة بتجيب اللبن ده تعمل له دعم من وزارة المالية أو من الموازنة العامة للدولة ب 450 مليون جنيه عشان تبيعه، مثلا بتجيبه بسعر من 26 جنيه او ال 32 جنيه ده متوسط سعر العلبه، عشان تبيعه ب 5 جنيه اللي هو اللبن من شهر لست شهور، وبحوالي عن 16 جنيه او مبلغ مماثل من ست شهور لسنه. دي الاسعار اللي بتبيعها بالظبط. فبتمول ده بكام؟ ب 450 مليون جنيه. القوات المسلحه عملت ايه؟ قالت انا هجيب وهبيعه بنص السعر اللي موجود في الاسواق. صحيح. فبالتالي هي عمليه ما فيهاش زي ما يتكلموا بعض ان هي خساره. بس ما ينفعش بقى نحاسب الناس التانية؟ يعني انا شاكره الجيش جدا جدا على راسي من فوق، تمام. بس اللي تسببوا في الازمه دي مش مفروض يتحاسبوا؟ طبعا. انا برضو ده سؤال، سياده رئيس الوزراء شريف اسماعيل بيطمن على اللبن في المحافظات النهارده. صحيح. طيب هو فين الاستعدادات للازمه في حد ذاتها في يوم الازمه في حد ذاتها؟ هل ما حدش اقترح على وزير الصحه قال له طب ما نعرف الناس الاول قبل ما نعمل المنظومه دي؟ اعتقد في وجهه نظري ان الحكومه واغلب مؤسساتها يواجهون ازمه علاقات عامه. صحيح. علاقات عامه مع المواطنين وعلاقات عامه مع الاعلام وعلاقات عامه مع مختلف المؤسسات نفسها بينها وبين بعضها عندها مشكله، وسايبين المواطن عرضه وضحيه للاشاعات. بالظبط. بس وخلاص. سيد احمد سنجاب، انا كان نفسي اقعد مع حضرتك اكتر من كده، الوقت بيعدي واسلوب حضرتك في السرد هايل. متشكر جدا. واشكرك جدا رئيس القسم السياسي بوكاله انباء الشرق الاوسط، اشكرك جدا جدا يا فندم، واتمنى لك يوم سعيد ويكون لنا لقاء اخر ان شاء الله باذن الله. متشكر جدا. فاصل سريع ونكمل معاكم بقى فقراتنا، فخليكم معانا.